بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الأعزاء على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بكم. معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دورات علوم الجودة كواليتي ساينس. هنستكمل مع بعض إن شاء الله آخر حاجة وآخر حلقة من دورة حل المشاكل وتحليل السبب الجذري Problem Solving and Root Cause Analysis. وإن شاء الله النهاردة هنستكمل آخر نقطتين الـ Elimination والـ Monitoring للـ Problem، وهنتكلم على كيس ستادي نشرح فيها كل البروسيسز بشكل مجمل تساعدكم ان انتوا تطبقوها بعد كده في شركاتكم باذن الله. زي ما رجعنا مع بعض، احنا بنبتدي بمراحل حل المشكله، بنعرف نعترف ان في مشكله ونحددها، بعد كده بنكتب الستيتمنت بتاعتها، بعد كده نفهم المشكله ونعرف السبب الجذري الروت كوز اناليسيس، بعد كده بنعمل روت كوز اليمينيشن هنتكلم عليها دلوقتي، وبعد كده بنخش على السيستم مونيتورنج. طيب عشان نعمل روت كوز اليمينيشن، ان انت تتخلص من السبب الجذري للمشكله، ممكن تستخدم اي من الادوات اللي احنا اتكلمنا عليها زي البرين ستورم والبرين رايتنج عشان تحصل على اجماع ايه انسب الطرق اللي انت ممكن تستخدمها عشان تتخلص من السبب اللي انت طلعته. وبرضو بستخدم تولز او اكتر من اللي انا استخدمتها برضو عشان تشوف ايه الاكشن بلان، افضل خطة عمل نحطها عشان نقدر ان احنا نتخلص نهائيا من المشكلة ونطبق الحل اللي احنا اقترحنا عليه. يبقى احنا بنستخدم تولز او اكتر زي العصف الذهني ان احنا نشوف ايه الحل، وان احنا بنستخدم نفس التولز او اي تولز اخرى من اللي احنا استخدمناها عشان نحط خطة عمل نتفق عليها ان هي تبقى اكثر فعالية في تحقيق الهدف. طبعا الفريق لازم يشارك الناس اللي هتنفذ الكلام ده كله، ميبقاش الكلام في المكاتب حاجة وناس على الواقع عايشين في واقع تاني خالص، بقى في انفصال عن الواقع. يبقى لازم الفرونت لاين او الناس الخط الامامي او المرتبطين بالمشكلة او اللي هينفذوا الخطة لازم يشاركوا في الحل وفي الحل المقترح وفي خطة التنفيذ نفسها. لازم ان احنا واحنا بنفكر ما نخوفش الناس او نرهبهم، يبقى في كارت ارهاب. لازم ابتدي بالاساسيات، ما ينفعش اخش في مستوى متقدم في حل المشكلة انا عندي اساسيات واقعة زي تنظيم العمل، زي تحديد المسؤوليات. يعني في اساسيات لازم اشتغل عليها. بعد ما بوصل للحل وبننجح ان احنا نحل المشكلة، لازم نستندرايز البروسيس بقى، ايه نحط قواعد جديدة تنظم العمل بشكل مستديم عشان المشكلة ما تتكررش تاني. بعد كده لازم اعمل مراقبة دورية على الاداء سواء اثناء الحل او بعد كده عشان اضمن ان انا النظام الجديد اللي حطيته بعد ما حليت المشكلة خلاص الناس خلاص اتعودت عليه وشغال. لازم السكسس ستوري اشاركها مع الموظفين، ان احنا كان عندنا مشكله كذا، خسائر في المبيعات، مرتجعات، شكاوي عملاء، ضعف في الايرادات، ونتيجه ان احنا اشتغلنا كتيم ورك على مدى 3 4 شهور نجحنا ان احنا نستعيد ثقه العملاء بينا تاني، ان احنا نحقق ربحيه عاليه، ان احنا نقلل شكاوي العملاء وهكذا. بنعمل جدول بسيط لو احنا بنفكر ازاي نحل المشكله، بنعرض المشكله فوق وبنحط السبب الجذري root cause analysis، وبحط بقى الكوركتيف اكشن اللي هو ايه الاكشن او التاسكس، بحط 1 2 3 4، ايه الموارد اللي محتاجها resources needed، مين المسؤول عن كل اكشن، ايه الوقت due date الوقت اللي هيخلص فيه الحاجه دي، في verifier comment واحد بيجي يراجع كل اكشن من دول يتاكد ان هو تم بالمستوى المطلوب وفي الوقت المطلوب، والتاريخ اللي عمل بيه فيريفيكيشن، ولو لقى اي ملحوظات بيكتبها، والمحتاج اكشن تاني على الاكشن ده ما التزمش بيه كويس او نفذه بشكل ايه جزئي. بعد كده نخش النقطه اللي بعد كده السيستم مونيتورنج. يبقى انا الحمد لله حطيت الحلول وحطيت الخطه وحققت نتائج وسكسس ستوري واستقرار في البيزنس، يبقى لازم بعمل مونيتورنج للسيستم عندي عشان اتاكد ان انا المشكله دي مش هترجع تاني. يبقى عندي لازم مونيتورنج بلان، انا حراقب السيستم بتاعي ازاي، ايه النقط اللي انا حراقبها،
ابص على ايه المعدل اللي عراقب بيه، مين المسؤول عن المراقبه والمتابعه، باخد قياسات من وقت للتاني من خلال مؤشرات الاداء اللي انا بحطها او الكي بي ايز، خلاص بحدد الطريقه اللي انا هقيس بيها المعدل برضو ومين المسؤول عن قياس الاداء. بعد كده الداتا دي كلها نتيجه الميجرمنت بنعمل لها اناليسز تحليل، خلاص بس بحدد ايه الطريقه اللي انا هستخدمها عشان اعمل اناليسز او الادوات اللي انا هستخدمها عشان اناليسز للداتا اللي خارجه من الميجرمنت دي، وامتى بعمل اناليسز ومين الشخص المسؤول عن عمل الاناليسز. بعد كده بقيم الداتا اللي بتطلع لي دي، بعمل لها ايفالويشن تقييم عشان اطلع في الاخر بانفورميشن بحدد الطريقه اللي انا بستخدمها في التقييم او الادوات ومين المسؤول عنها وامتى بقيم البرفورمانس بتاعي. بعد كده الداتا دي كلها نتيجه الايفالويشن بتطلع بمعلومات تقدر البروسيس اونر او مسؤول العمليات او مسؤول الاداره ياخد القرار المناسب لو لقى في اي خلل. في مرحله بقى الفيريفيكيشن او التحقق ان عمليه المراقبه والقياس والتحليل والتقييم بتتم بشكل فعال. يبقى ده شكل بسيط للمونيتورنج للبروسيس عندك او العمليه بعد ما حلينا المشكله وثبتنا الاداء بتاعنا وعملنا ستاندرايزيشن للبروسيس بتاعتي، عدلت الاجراءات، عدلت التعليمات، عدلت خطه المراقبه بالوضع الجديد بعد ما حلينا المشكله بتاعتنا. هناخد كيس ستادي ظريفه، شركه اسمها بيزنس كواليتي ترافل. دي شركه خاصه بحجز تذاكر الطيران وإعطاء بعض الإرشادات للرحلات الترفيهية. الشركة دي لقت إن هي عندها بعض المشاكل في البيزنس، لقت نسبة غياب الموظفين عالية جدا، لقت إن في مشاكل جوه الشركة ابتدت تزيد ما بين الموظفين، لقت إن في بيئة عمل غير مناسبة. يبقى دي الظواهر اللي هي شافتها قدامها. طيب لقيت ان المشكله الاساسيه اللي ازعجت مدير الشركه ان ابتدى يستقبل شكاوي من العملاء ان هم مش راضين على اداء الشركه، مش من السهل يتصلوا محدش بيرد عليهم، ان الخدمه بتتقدم بشكل غير كامل، ان ساعات الكاستمر بيرد عليهم، الاوبريتورز المشغلين بيرد عليهم بشكل مش كويس، في حده او في قله ذوق او كده. طيب الشركه اول حاجه عاوزين يفهموا شكلوا فريق عمل، وقرروا اول حاجه عاوزين نفهم المشكله فين، فلازم نفهم البروسيس بتاعت الشركه بتمشي ازاي. فعملوا استخدموا الفلو دياجرام عشان يفهموا البيزنس بيمشي ازاي. بيبتدي ان بيرفع سماعات التليفون بيحيي العميل بتاعه، بعد كده بياخد الاستعلام، حضرتك عاوز ايه؟ بعد ما بياخد الاستعلام بتاعه بيعمل انفستيجيشن على الطلب بتاع العميل بتاعه، وبعد كده بيقولوا للعميل وبياخد منه رأيه. بعد كده بيسأل هل العميل محتاج حاجة تاني، لو يس بيرجع تاني بيشوف طلبات العميل الأخرى، لو خلاص العميل استكفى بيبتدي يديله عرض سعر للشغلانة. الكاستمر الزبون بيشوف الأسعار دي، لو لقاها مناسبة بيعمل أوردر، لو الأسعار غالية بيعتذر وخلاص ما بيكملش، لو الأسعار بالنسبة له مناسبة بيعمل الأوبريتور بيحجز له التذاكر وبيطلع له التذكرة والفاتورة، وكده الخدمة خلصت. بيتصل بيه بعد كده يتأكد ان هو ايه افتر سيل سيرفيس، يتأكد ان هو مبسوط والخدمة اتأدت بشكل جيد. طيب بعد كده لقوا ان هم محتاجين يشوفوا هل المشاكل بتاعتهم دي مرتبطة بيهم بس ولا كل اللي في السوق بيشتغلوا نفس القصة، فاستخدموا سبايدر تشارت مع شركات السياحة الأخرى، ولقوا إن هم كلهم بيعانوا من نفس المشاكل، بس هي بتختلف من وكيل لوكيل، من وكيل طيران لوكيل طيران تاني، بس كلهم بيعانوا من نفس المشاكل الموجودة. طيب إحنا لسه في مرحلة الـ Problem Understanding، خلاص إن هم مش قادرين يحطوا إيديهم على السبب الأساسي للمشكلة، لكن بعد ما عملوا الـ Performance Matrix
لقوا ان السبب ان المشكله اللي هم محتاجين يشتغلوا عليها ان في ضعف في اداء الاوبريتور المشغلين اللي هم بيستقبلوا المكالمات وبيقدموا الخدمه اتجاه العميل بتاعهم. يبقى هنا دي المشكله اللي احنا هنشتغل عليها، ان اداء الاوبريتور او المشغلين في الخدمه اداء مش جيد نتج عنه عدم رضا العميل على مستوى الشركه. طيب هنعمل بقى اول خطوه بعد كده، الخطوه اللي بعد كده البوسيبل كوز جنريشن، ايه الاسباب المحتمله ونتفق عليها عشان نبتدي نخش في الخطوه اللي بعديها. استخدموا اسلوب البرين رايتنج خلاص للمشكله دي، ولقوا ان الاسباب اللي ممكن تؤدي الى حدوث هذه المشكله ان لو كاباسيتي عدد الموظفين قليل، او الغيابات زياده، او ان الزبون ساعات بقى مش عارف هو عاوز ايه، فتلاقي المكالمه بتاخد وقت طويل فبتزهق الاوبريتور، او ان مفيش معلومات كافيه عند الاوبريتورز خلاص، او ان هم استخدموا سوفت ويرز جديده فمصعبه ان هم يشغل السيستم ويحصل على المعلومات المناسبه، او النت ضعيف او الكمبيوترات قديمه فالانترفيس مع البوكينج سيستم بطيء شويه فبيأخر، او مفيش حوافز للعمل، او زياده العمل اللي بيطلبوا الرحلات الصعبه وفيها كونكشنز وبتاخد وقت كتير من الاوبريتور. طيب هنبتدي نجمع داتا نخش في المرحله اللي بعد كده. يبقى احنا كل دي الاسباب المحتمله اللي ادت الى سوء الخدمه. طيب احنا محتاجين نجمع داتا، فهم عملوا سيرفي على الموظفين يقيموا الحاجات دي كلها ويدوا درجه من 1 لـ5 للمشكله اللي موجوده. فقال لك ايه اكتر حاجات انتوا شايفينها سبب المشكله؟ هل لو كاباسيتي، فريكوانس ليف، كاستمر نيو تكنولوجي، الكلام اللي احنا قلناه التمن نقط. بعد كده جمعوا الداتا دي، وبعد كده استخدموا، دخلنا في مرحلة الكوز اناليسيس، فاستخدموا الباريتو مع الهيستوجرام مع بعض الاثنين عشان يطلع ال 2080 خلاص، ايه اكتر مشاكل بتؤدي الى اكتر اسباب بتؤدي الى 80% من المشكلة اللي عندي. في الاخر لو ان هم عندهم سببين قويين جدا مسيطرين على الموضوع، ان في تكنولوجيا جديدة تم استخدامها الناس مش اوير بيها، مش عارفين يستخدموها بشكل جيد، وان ان العملاء ما بيطلبوش غير الرحلات المعقدة او الخدمات الصعبة، ان هو دلوقتي الحاجات السهلة تذاكر طيران، واحد مسافر في اي حتة بيخش على النت وبيحجز من غير ما بيروح لترافل ايجنت. دخلوا في المرحلة الأخيرة اللي هي الكوز أند إفكت، وفي الكوز أند إفكت عملوا مور انفستيجيشن بفايف واي. لقوا إن سألوا ليه النيو تكنولوجي صعبة، قال لك عشان عندنا ضغط كتير إن احنا نخلص أكبر عدد شغل في وقت قليل. طيب طب ليه في ضغط عليكم؟ قال لك لأن احنا في الآخر الشغل المعقد ده الربحية بتاعتنا فيه بتبقى قليلة، والشركات فيها الديسكاونت فيها بيبقى قليل جدا خلاص، وساعات بيروحوا لشركة الطيران الأصلية بياخدوا عروض أحسن منهم. طيب وبالتالي الكوميشن اللي بياخدوه أو العمولة اللي بياخدوها بتبقى قليلة. يبقى هنا خرجوا بكونكلوجن. ايه هو الكونكلوجن؟ ان سبب المشكلة الاساسي ان الناس ما بتاخدش انسنتيفز كويسة، عمولات كويسة. ليه؟ لان كل الرحلات السهلة ابتدت الناس تحجزها من خلال الانترنت، والرحلات المعقدة بيبتدوا يشغلوا الاوبريتورز والايجنت بتفاصيل كتير، ياخدوا معلومات ياخدوا معلومات ياخدوا معلومات، والاخر يروح شركة الطيران الأصلية زي مثلا مصر للطيران أو الشركات الأخرى وياخدوا عروض أحسن من الوكالة. يبقى احنا كده ككيس ستادي شرحنا البروسيس
وازاي بتمشي ازاي، بنعرف المشكلة. ممكن انت في الاول انت شايف حاجة، لكن لما بتعمل اناليسيس بتكتشف المشكلة الحقيقية ايه اللي ادت الى سوء الاداء، لان الناس محبطة ما بتاخدش حوافز. طبيعة السوق وطبيعة الشغل اتغيرت، فانت بتبقى محتاج تشتغل على التكنولوجيا الجديدة، تشتغل على المتغيرات الجديدة، بحيث تزود الانسنتيفز للناس، توجد حلول وخدمات أخرى للعملاء بتوعك، تجذب عملاء أكتر، بحيث تحافظ على استقرار البيزنس ومستوى الخدمة بتاعتك. وبكده يبقى احنا نهينا كورس حل المشاكل وتحديد السبب الجذري للمشكلة، وازاي نعمل إليمينيشن للمشكلة نتخلص منها، وازاي أحافظ عليها من خلال متابعة السيستم بتاعي. أتمنى تكونوا استفدتوا بهذه الدورة على مدى 13 حلقة، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، هنتكلم على اللين مانيفاكتشرنج. نشوفكم على خير. لو حد ليه أي سؤال يكتبوا لي في التعليقات وأرد له عليه. معكم أيمن إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.